إيران قامت بتصعيد نووي كبير وخطير، وفاجأت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بهذا التصعيد، وهذا جاء وأصبح واضحا من تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة رويترز بهذا الشكل الذي ترونه وبشكل حصري، ونشرت التفاصيل بأكملها عن هذا التقدم النووي. باختصار شديد جدا أن هذا التقدم هو يأتي في منشأة نطنز النووية، أينما يتم حيث يتم تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% عن طريق أجهزة الطرد المركزية الموجودة في هذه المنشأة. الذي تم نشره في هذا التقرير عن طريق وكالة رويترز، هي أكدت بأن مجموعة جديدة ومجموعة من أجهزة الجيل السادس IR6 المتقدمة للغاية التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم بدأت إيران بتشغيلها، وهي تعتبر ثالث من مجموعة من مجموعات هذا الجيل السادس المتقدم. عن كل مجموعة طبعا، ويجب أن نفهم عندما نتحدث عن مجموعة جديدة أو سلسلة من أجهزة الطرد المركزية جديدة، نتحدث عن 174 جهازا، وبالتالي ثلاثة مجموعات من أجهزة IR6 في منشأة نطنز الآن هي تعمل من دون أي مشاكل. بالإضافة إلى ذلك، أن التقرير تحدث عن إضافة 7 مجموعات من أجهزة الطرد المركزية المتقدمة من أجهزة IR4 وكذلك IR2M، مجموعة واحدة من IR4 و6 مجموعات من IR2M، وبأن هذه المجموعات حتى هذه اللحظة لا تعمل، ولكن هي ستعمل في الفترة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، أكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران أبلغت الوكالة بأنها ستضيف 3 أجهزة من أجهزة أو 3 مجموعات من أجهزة الطرد المركزية، ألا وهي IR2M. وفعلا في التقرير جاء وتحدث بأنه تم تركيب 2 مجموعات من هذه الأجهزة تحديدا، وبالتالي الوضع طبعا هي لا تعمل حتى هذه اللحظة، ولكن إيران صعدت بشكل كبير بهذا الشكل. الأجهزة التي نتحدث عنها طبعا IR6 IR4 IR2M هي أجهزة ليس من المفترض على إيران استخدامها بحسب الاتفاقية النووية. الاتفاقية النووية تنص بأن على إيران استخدام أجهزة IR1 من الجيل الأول، ولكن الأمور اختلفت وتغيرت طبعا بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاقية النووية وفرض عقوبات على إيران، وبالتالي إيران على هذا الأساس بدأت تصنع وتضيف هذه الأجهزة التي نتحدث عنها، وهي رسالة واضحة من قبل إيران إلى الغرب على المستوى العملي وليس على المستوى الإعلامي والرسمي، بأننا لو أردنا أن نصل إلى القنبلة النووية أو نخصب على مستوى القنبلة النووية فإن هذا أصبح ممكنا في ظل هذه الأجهزة وهذا التقدم وهذه التطورات. فكما نلاحظ، تحدثنا بأن 60% تخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة، أي أنهم على بعد 30% فقط من الوصول إلى 90%، وهو التخصيب على مستوى الوصول إلى القنبلة النووية. وبالتالي المسألة تتطلب من إيران قرار فقط في ظل إضافتهم لهذه الأجهزة بهذا الشكل المتكرر وبهذا الشكل المكثف، وهذا يضيف الكثير من الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن. بالإضافة إلى ذلك، أن هنالك تفاصيل خطيرة ومثيرة تحدثت عنها The Intel Lab، عن موقع جديد بدأت تهيئه إيران من أجل إنشاء مفاعل نووي جديد. الأمر تحدث عنه محمد إسلامي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وقال بأننا بدأنا بإنشاء مفاعل نووي جديد، وهذا الكلام يعود طبعا إلى نتحدث طبعا عن يوليو الماضي تحديدا، قبل ما يقارب 3 أشهر تحديدا هو تحدث عن هذه المسألة، ولكن لم يحدد الموقع بالضبط. The Intel Lab حددت موقع هذا المفاعل وأين يتواجد هذا المفاعل، وطبعا إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي لكي نرى أين يقع هذا المفاعل، لنتجه مباشرة كما تلاحظون هنا، هذه هي إيران، ولنتجه إلى الحدود العراقية الإيرانية، إلى محافظة خوزستان تحديدا، ولنقترب إلى إحدى القرى التابعة لهذه المحافظة التي ذكرناها لكم. وبالتالي طبعا هذه القرية هي قرية دار خوين التي ترونها، وهذا هو نهر كارون، وإن المنطقة تحديدا التي تحدثت عنها The Intel Lab
هي تأتي بهذا الاتجاه وقالت بأن المفاعل النووي الجديد سيكون هنا. دعونا الآن نقترب من هذه المنطقة تحديدا لكي نحدد أين بالضبط ذا انتلاب تتحدث ولماذا هي اكتشفت ووجدت هذه النقطة، على أي علامات استندت لكي تعرف أن هذه المنطقة فعلا فيها سيكون مبنى لمفاعل نووي. طبعا هي تحدثت عن أن المفاعل سيكون بهذه المنطقة تقريبا 60,000 متر مكعب تقريبا بحسب التفاصيل التي نشرتها طبعا The Interlab. طبعا وبالإضافة إلى ذلك كما نلاحظ أن هنالك مبنى خالي، هنا مبنى بهذا الاتجاه وهذا طريق مميز بهذا الشكل، وبالتالي هم يتحدثون أن المفاعل موجود بهذا الاتجاه، ونشروا صورا من الأقمار الصناعية محدثة لطبيعة العمل الذي يجري على هذه المنطقة. دعونا نذهب الآن إلى الصور التي نشرتها The Interlab بشكل حصري طبعا لنعدل هذا الأمر قليلا فقط لنلقي نظرة على هذه الصور، وسنلاحظ بأننا أمام صورة نفس المنطقة بالضبط. هذا هو المبنى الذي رأيناه طبعا، وهذه المنطقة التي أشرنا إليها. ستلاحظ الأمور كانت بهذا الشكل طبيعية، ليس هنالك آثار إلى أي مبنى أو تحضير لبناء أي مبنى، ولكن هنا كما تلاحظ من إشارات ذا انتلاب والتحليلات التي توصلت إليها وجدت أن المفاعل النووي الجديد سيكون موجود بهذا الاتجاه، واستندت على العديد من الشاحنات وعمليات الحفريات التي تتم في هذه المنطقة بعدد من التحركات التي بدأت منذ أغسطس الماضي. وكما تلاحظون عدد من الشاحنات كانت تتحرك، حفريات وغيرها. وما هو مثير بهذه المسألة هي ليست فقط بأن هنالك مفاعل نووي جديد بدأ ينشأ في هذه المنطقة، ولكن هي تأتي قريبة من الحدود العراقية. هذه هي مسألة تهم العراقيين وتهم المنطقة بشكل عام، وبالتالي بالتوقف بهذه المنطقة والتركيز على النقطة التي ذكرناها التي تأتي بهذا الاتجاه طبعا من هذه القرية، فإن المسافة لا تبعد عن الحدود العراقية إلا ما يقارب 40 كيلومترا فقط. هذا المفاعل سيكون قريب للغاية من الحدود مع العراق. نتحدث هنا عن البصرة تحديدا التي ستكون هي من أقرب المدن، كذلك أنها قريبة أيضا من الكويت. هذه الحدود الكويتية التي ترونها، وبالتالي المسافة لهذا المفاعل يأتي على مسافة 80 كيلومترا. موقع استراتيجي خطير للغاية لهذا المفاعل الذي سنراه في المستقبل. ومسألة تموقع وتموضع هذا المفاعل بهذا الاتجاه هو يشبه تماما وضعية مفاعل بوشهر الذي يأتي على الخليج العربي. طبعا كما نلاحظ هنا المفاعل الذي يأتي تقريبا بهذا الاتجاه هو مفاعل طبعا موجود على الخليج العربي، أقدم مفاعل نووي إيراني، وبالتالي هو قريب من الكويت، قريب من العراق. كانت هنالك تحذيرات سابقة من طبيعة الزلازل التي تأتي على هذا المفاعل، من طبيعة الإشعاعات التي ممكن أن تصدر وأن تؤثر على المنطقة بأكملها. وبالتالي أنت تلاحظ هنا مفاعل، هنا مفاعل، كلها مفاعلات على الحدود، وبالتالي هي تمنع أي سيناريو ممكن أن يأتي تخريبي على هذه المفاعلات طبعا، لأنها ستسبب كارثة على هذه المنطقة إذا ما كانت مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تنوي القيام بذلك، أو حتى إسرائيل نوت القيام بهذا الأمر. وبالتالي نحن باختصار أمام إضافة أجهزة طرد مركزية جديدة مكثفة. تحدثنا عن مجموعة IR-6، تحدثنا عن 7 مجموعات من IR-4 والIR-2 و3 مجموعات إضافية، مجموعتين ركبت من IR-2M، عدد كبير فجأة أعلن عنه، ومفاعل نووي جديد تم الإعلان عنه من قبل The Interlab عبر الأقمار الصناعية كما تحدثنا. وهي تأتي بتوقيت مثير للغاية، هي تأتي متزامنة مع عقوبات فرضتها بريطانيا على إيران يوم أمس على 4 مسؤولين إيرانيين طبعا في الشرطة طبعا وشرطة الآداب، التي طبعا تسببت في عملية مقتل مهسا أميني بحسب الاتهامات الغربية، بحسب اتهامات المتظاهرين الغاضبين في الداخل الإيراني، وبالتالي هم فرضوا هذه العقوبات على مسؤولين كبار. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية الخميس الماضي فرضت عقوبات على 7 مسؤولين كبار في الداخل الإيراني، يأتي من ضمنهم وزيري الاتصالات والداخلية الإيراني. عقوبات كبيرة بهذا الاتجاه جاءت على هذه المسألة، وها نحن أمام تصعيد لأجهزة الطرد المركزية والمفاعل النووي الذي نتحدث عنه، وبالتالي العلامات أصبحت كثيرة، وأصبح من الصعب تخيل كيف من الممكن أن تكون هنالك عودة للاتفاقية النووية في ظل هذا التصعيد الكبير. محمد إسلامي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في السابق كان قد وضح مسألة مهمة جدا متعلقة بالمفاعلات النووية الجديدة. هو تحدث بأن لإيران خطة حتى عام 2040 لإنشاء 30 مفاعلا نوويا جديدا
في الداخل الإيراني وبرر وعلل طبعا برر هذه المسألة، قال بأننا سنبني هذه المفاعلات من أجل الحصول على الطاقة الكهروذرية، وذلك من أجل أن نستفد باختصار من مسألة الطاقة النووية في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحدث عن خطة للحصول على 10,000 ميجاوات إلى 20,000 ميجاوات في بعض التصريحات الأخرى لإيران عن طريق الطاقة النووية. وبالتالي طبعا هذه المسألة للطاقة الكهربائية من الطاقة النووية، وهذه المسألة كما تفسرها إيران وكما تتحدث عنها إيران، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب فإن هذا يعني أن إيران ستتوجه إلى القنبلة النووية في أي سنة من هذه السنوات، إن كانت هذه السنة أو أي سنة قادمة بكل تأكيد في ظل هذه الخطط. وبالتالي الظروف صعبة للغاية في ظل تصعيد التظاهرات وفي ظل هذه المصاعب التي تواجهها الاتفاقية النووية، وهذه أخبار سيئة على ما تبدو للعراق. العراق يريد نجاح العودة للاتفاقية النووية، ويريد أن لا تكون هذه التظاهرات في الداخل الإيراني أن تنعكس على العراق كما حدث، لأن عملية فشل العودة للاتفاقية النووية فهذا يعني تصعيدا إقليميا للفصائل المسلحة في الداخل العراقي، طبعا تصعيد في سوريا، تصعيد قد يكون في لبنان، وأيضا لمجموعة الحوثي أو جماعة الحوثي الموجودة في اليمن على الخليج العربي أيضا، كما نعلم أن هذه التظاهرات الإيرانية مع التصعيد الذي جاء إيران بدأت بعملية عسكرية على إقليم كردستان، متهمة الأطراف الإيرانية المعارضة الموجودة في الإقليم بأنها تتدخل في هذه التظاهرات وتصعد بشكل كبير. والأمور وصلت بسبب هذه التظاهرات بحسب التفاصيل التي نشرت مؤخرا قبل تعليق هذه العمليات، تحدثت عن أن الحرس الثوري الإيراني دخل على المستوى البري على ناحية سيدكان، وهنالك تفاصيل جديدة حول هذا الموضوع نشرت من قبل إحدى مراسلات البي بي سي بهذا الشكل على مستوى تغريدتين عن التقدم البري الإيراني على الداخل العراقي بسبب هذه التظاهرات التي نتحدث عنها، بتصريحات تحصلت عليها من أحد القيادات المهمة في البيشمركة. وبالتالي تحدث هذا القائد لمراسلة البي بي سي ببساطة بأن القوات الإيرانية قد دخلت على مسافة كيلومترين تقريبا على داخل الأراضي العراقية، المسافة من الحدود الإيرانية أو من الحدود الإيرانية العراقية إلى ناحية سيدكان التي تعرضت إلى ما تعرضت إليه هي عبارة عن 15 كيلومترا. الكثير من القرى هنا قد طبعا أخلاها السكان وخرج السكان منها بسبب الضربات التي تحدثنا عنها. هذا القائد في البيشمركة أكد بأن هذه القوات التي دخلت على مسافة كيلومترين مع تعليق العمليات كما أعلنت إيران بشكل رسمي بأنها تعطي فرصة لإقليم كردستان أن يتصرف مع الأطراف المعارضة لكي يمنعونهم من التدخل في التظاهرات بل يطردونهم من إقليم كردستان كما تحدثوا، فإن القوات الإيرانية مع تعليق هذه العمليات انسحبت من داخل الأراضي العراقية، بالتالي هي لم تعد موجودة على داخل الأراضي العراقية، ولكنها بحسب هذه التصريحات هي موجودة على الحدود مع العراق منتشرة. وأكد هذا القائد في البيشمركة كذلك بهذه التصريحات المهمة للبي بي سي بأنه في صريح وفي طبيعة الأمر بأن هذه الأطراف الإيرانية ليس هنالك ضامن بأنها لن تتدخل مرة أخرى، هنالك مهلة في هذه المسألة، وقال بأن المسألة مرتبطة بالتظاهرات، أي أن أي تصعيد في هذه التظاهرات سيعني تدخلا بريا قد يكون هو الأخطر على الإطلاق على إقليم كردستان في ظل العديد من التحديات التي يواجهها إقليم كردستان من إيران أو حتى من على مستوى تركيا. عندما نتحدث عن تركيا العودة للاتفاقية النووية أيضا، والاتفاقية النووية تواجه مشاكل وتحديات كبيرة، الضغط الأمريكي في الداخل على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتصاعد شيئا فشيئا بسبب مسألة مرتبطة بين إيران وبين روسيا. أتحدث هنا عن الطائرات المسيرة الإيرانية التي وصلت إلى روسيا وروسيا بدأت تستخدمها في الداخل الأوكراني، فطائرة مهاجر 6 الإيرانية القاصفة وطائرة شاهد 136 المفخخة الإيرانية تمت ملاحظتها في الداخل الأوكراني بهذا الشكل بألوان مختلفة بأسماء مختلفة بنفس التصميم وبنفس كل التفاصيل الخاصة بها كما تلاحظون، تطابق لمهاجر 6 التي تلاحظونها هنا الإيرانية مع الروسية. القوات الأوكرانية ضبطتها، التقطت صورة لها، وهذه قطعة لجناح الشاهد 136 المفخخة كما تلاحظون متطابقة مع هذه اللقطة من استعراض قامت به إيران
الشهر الماضي، وبالتالي هذه المسألة الآن قد تطورت. هنالك تفاصيل عن هذه الطائرات الجديدة. فلاديمير زيلنسكي الرئيس الأوكراني على سبيل المثال اليوم قبل ساعات من الآن تحدث إلى مجموعة الدول السبع G7 وقال بأن روسيا طلبت 2400 طائرة من طائرات الشاهد 136 المفخخة لاستخدامها في الداخل الأوكراني بحسب معلومات استخبارية أوكرانية تحصلوا عليها. تقرير اليوم صدر من قبل الفوكس نيوز الأمريكية أكدت أن روسيا سلمت طائرات شاهد 136 المفخخة، سلمت مجموعة من هذه الطائرات إلى بيلاروسيا، وهي تأتي بعد تصريحات واضحة من ألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي الذي قال في صريح العبارة بأننا سنشكل قوة إقليمية دفاعية مع روسيا، وبدأت هنالك تحشيدات في الداخل البيلاروسي. وهذا باختصار شديد جدا هو يعني بأن روسيا الآن تمتلك الطائرات المسيرة التي بدأت تستخدمها بشكل مكثف على إقليم دونباس، على خاركيف، على هذه المناطق التي تأتي بهذا الاتجاه إن كانت سومي أو غيرها. وكذلك هي موجودة أيضا كما هو معروف في شبه جزيرة القرم، وشبه جزيرة القرم هي نقطة انطلاق لهذه الطائرات على أوديسا. بشكل تقريبا يومي تستخدم هذه الطائرات في ضرب أوديسا، في ضرب القوات الأوكرانية المتواجدة في مقاطعة خيرسون. والآن الطائرات كما نتحدث هي وصلت إلى بيلاروسيا، وبوصولها إلى بيلاروسيا ويعني بأن هذه الطائرات أصبحت قريبة للغاية وتشكل خطرا كبيرا على العاصمة الأوكرانية كييف، بل إنها تشكل أيضا خطرا على مدن تأتي مع الحدود مع أوروبا بهذا الاتجاه مثل مدينة تشيرنوبل، مثل ليفيف. من الممكن أن تهاجم من هذه المناطق بكل فاعلية، بل كما نلاحظ بأنها أصبحت مع الحدود الأوروبية، مع أوروبا. الأمر استراتيجي بحت، الأمر خطير للغاية من قبل طبعا الإيرانيين، وبالتالي الضغط الكبير الذي يأتي على بايدن. كيف لك أن تعود للاتفاق النووي وتوفر الأموال لدولة هي تقدم كل هذا السلاح الاستراتيجي التي والذي طبعا تتم من خلاله مواجهة الناتو والأوكرانيين وتشكل خطرا على الأوكرانيين بهذا الشكل؟ هذه المسألة هي ضاغطة على بايدن. لماذا؟ العودة للاتفاق النووي يعتبر ضاغط على بايدن لسبب مهم جدا، أنه إحدى الوعود الرئاسية لبايدن العودة للاتفاقية النووية. عدم نجاحه في العودة للاتفاقية النووية بغض النظر عن الأسباب سيؤثر عليه وسيعتبر بأنه أخل بوعد قد تحدث عنه. وبالتالي كما نلاحظ هنا بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، هو أوفى ب 22% أي 22 وعدا من الوعود الرئاسية الخاصة به، ولكنه حتى اللحظة 27 وعدا أو 27% من هذه الوعود حتى هذه اللحظة هي ستولد، متوقفة تماما. هنالك 34% من هذه الوعود لا زال يعمل عليها، ولا زالت هنالك سنتين أمام الرجل للعمل عليها، من ضمنها مسألة العودة للاتفاقية النووية. وهنالك وعدا واحدا لم يتحقق بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن. هذه المسألة ممكن أن تزيد من العبء والعناء الذي ممكن أن يتعرض إليه في الانتخابات طبعا الرئيس الأمريكي جو بايدن. وعلينا أن لا ننسى مسألة الطاقة، مسألة تخفيض إنتاج النفط من قبل أوبيك بلس، مسألة استخدام السلاح النووي الذي هدد به الرئيس الأمريكي أو الرئيس الروسي عفوا فلاديمير بوتين. كل هذه عوامل ممكن أن تؤثر على الرئيس الأمريكي جو بايدن.